اهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام في صدى اقلام جديد، حيث نرصد فيه ابرز ما كتبت الصحف العراقيه والعربيه والدوليه، ونبدا من اهم العناوين. نقرا في الهيئه: مقتل واصابه 5 أشخاص في انفجار عبوتين لاصقتين شمال بغداد. يطلع في المدى اتفاق شيعي على تكليف سائرون بترشيح رئيس الحكومه الجديده. جاء في كتابات نخيل البصرة فخر العراق، أيبسة الحرب والجفاف والتنافس الإقليمي. ونقرأ في الجزيرة نت: وقف مساعدة الأونروا، حكم بالإعدام للمسنين. ونطالع في العرب الجديد: العراق 15 يوما للحكومة أو الفرار الدستوري. ونتصفح في القدس العربية: البرلمان العربي الإضراب يثبت أن إرادة الفلسطينيين لن تنكسر. ونطالع أخيرا وليس آخرا في الحياة: تطمينات تركيا لتبييد إشكالات المنطقة المنزوعة السلاح. أهلا بكم. ستبقى بغداد الرشيد، لن تغيرها موجة طارئة من سياسي المصادفة والصدفة، ممن تشربوا كرها وكره خلفائها، فالتاريخ عصي على التغيير وفقا لرغبات هذا الطرف أو ذاك وأهوائهما، وإلا ماذا يبقى للعراقي إذا جردته من بغداد والرشيد والمنصور وبيت الحكمة والكثير من المعالم التاريخية؟ سؤال يطرحه الكاتب إياد الدليمي في صحيفة العربي الجديد. بعد الغزو الأمريكي للعراق استبيحت بغداد تماماً كما فعل غزاتها الذين نقرأ عنهم في بطون كتب التاريخ، فكان أن قتل العلماء والأساتذة والأطباء والضباط، بل امتد الأمر إلى تدمير شواخص حضارية وفنية كانت تحتفل ببغداد وتاريخها المجيد، فكان أن هوى رأس المنصور بفعل عبوة ناسفة، وهو الذي كان يقف شامخاً في المنطقة التي سميت باسمه وسط بغداد المنصور. لا يمكن لك أن تتحدث عن بغداد من دون أن تردفها بالرشيد والمنصور والمأمون. لا يمكن لك أن تجل بغداد المدينة من دون أن تجل هذه الأسماء، فهي بهم كانت وبهم سادت وحكمت العالم ونشرت الضياء للإنسانية جمعاء. بغداد الرشيد كما عرفها العالم، صاحبة تاريخ طويل يمتد فضله على الإنسانية، فهي المدينة التي كانت تدرس مختلف العلوم للوافدين، والتي كانت تمنح العطيات لطلاب العلم ليتفرغوا لدراستهم من دون تمييز أو تفرقة، وهي المدينة التي كانت تماثل اليوم نيويورك وباريس وبرلين مجتمعة كما يصفها المؤرخون والمطلعون على تاريخها، فكانت حاضرة الدنيا. ويضيف الكاتب: لا يعيش العراق الذي صنعته أمريكا وإيران صراعا مع حاضره ومستقبله وحسب، وإنما يعيش صراعا حتى مع تاريخه، هكذا أراد له محتلوه أن يكون. وما يجري اليوم من محاولات لتغيير تاريخ بغداد والعراق يمثل مرحلة أخرى من مراحل الحرب على الهوية لتكريس الانقسام والتجزئة بين أبناء البلد الواحد. نطالع في المدى: شهدت الأعوام الثمانية الأخيرة في العراق في ظل سلطة الإسلام السياسي أنواعا من الممارسات القمعية كالمداهمات الليلية والاعتقالات دون أوامر قضائية والاختطاف والتغييب وإخفاء مصير المختطف وانتزاع التعهدات، وإلى جانب التعذيب الوحشي والتصفية الجسدية. وبلغت الممارسات الراهنة سيدتي وسادتي في العراق حد إطلاق الرصاص الحي وقتل المتظاهرين السلميين المطالبين بأبسط حقوقهم المشروعة، بحسب الكاتب كاظم المقدادي في مقال بصحيفة المدى. ويبدو أن من بين المسؤولين المتنفذين والأجهزة الأمنية والأحزاب الحاكمة وميليشياتها المسلحة ثمة من يريد ويسعى جاهدا لجعل الممارسات القمعية الإجرامية جزءا من المشهد السياسي والاجتماعي الراهن، حفاظا على السلطة والثروة والنفوذ من أي تهديد.
هذا النهج جسده نوري المالكي خلال أعوام 2010-2014، معتبرا كل من يتظاهر ويحتج على سوء الخدمات والفساد الإداري والمالي هو عدو لسلطة حزبه، حزب الدعوة، وهو الذي أعلنها جهارا نهارا، أخذناها وبعد ما ننطيها. ومن هذا المنطلق مارست حكومته ضد المتظاهرين السلميين المطالبين بتحسين الخدمات والظروف المعيشية شتى أنواع العنف المفرط، واختطفت العديد منهم وأخفت مصيرهم لحد اليوم، واغتالت العديد من نشطاء المظاهرات وعرضتهم إلى تعذيب وحشي، وانتزعت التعهد بعدم التظاهر مرة أخرى من متظاهرين عديدين. ويضيف الكاتب أن الشبيبة المنتفضة في محافظات جنوبي ووسط العراق قد أغاظت جداً الأحزاب الإسلاموية المتنفذة بكسرها لجدار الخوف منها ومن ميليشياتها المسلحة، بل وأرعبتها بأنها ستخسر السلطة والنفوذ والامتيازات، ولذلك اعتمدت في مواجهة المتظاهرين والمحتجين أبشع الأساليب بما فيها الإجرامية والخبيثة الغادرة والجبانة. نحن لا يهمنا من يكون رئيسا للعراق، سواء كان عربيا أم كرديا أم تركمانيا أم مسيحيا بالآخر، أبدا لا مشكلة معه، لكن المشكلة عندنا لا نقبل أن يكون الرئيس بأقل من حجم العراق عن رئاسة العراق والصراع حول المنصب. هكذا كتب فاضل البدراني في الزمان العراقية. لكن الغريب في الأمر أن بغداد لم تبدي رأيها في مواصفات الرئيس القادم للعراق، والجلسة المقبلة للبرلمان على الأرجح سيتم خلالها اختيار رئيس للجمهورية بطريقة الانتخاب السري، وهذا ما أعلنه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي أنه سيتحدد في جلسة 22 المقبل. وعليه نتساءل، أيعقل أن يأتي الرئيس ربما بطريقة ضربة الحظ في الانتخابات المباشرة من نواب البرلمان؟ أيعقل أن تنافس أي شخصية كردية على منصب الرئيس؟ أهو دكان لبيع الخضار حتى يحق لمن يشاء يتقدم لتسلم منصب رئيس العراق؟ أم أن قصر السلام عبارة عن بازار يحق لكل هاون أن يشتري بضاعته أو يشتري بصفقة واحدة؟ يقينا أن منصب الرئيس حتى وإن كان من استحقاق الكرد، لكن من حقهم أن يتنافسوا لحد الترشق بالشتائم من أجله، إنما هو حصة العراق جميعا، وإن مجرد التفكير به يجب أن يخضع لمعايير نوعية تتجاوز كثيراً المعايير التقليدية. إن الرئيس يجب أن يكون من أبوين عراقيين وحسن السمعة إلى آخره. الكاتب يقول على الجميع أن لا يقبلوا بمن هب ودب، وأن يأتي وينافس على منصب الرئيس في العراق بحسب الكاتب. طلع في القدس العربي، كل الرؤساء الأمريكيين أطلقوا وعودا ومشاريع كثيرة لحل القضية الفلسطينية والنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وكانت كل تلك المشاريع تأتي متزامنة مع عدوان أو تآمر على دولة عربية أخرى، والهدف كان واضحا وهو حشد جهد النظام العربي الرسمي معها، والجائزة هي مشروع لحل القضية الفلسطينية. وبذلك كانت كلها مجرد تسويق لبضاعة فاسدة و مناورات ومواقف كاذبة، وأن الإدارة الحالية ليست استثناء من بين أولئك بحسب الكاتب مثنى عبد الله في مقال بصحيفة القدس العربية. لقد تعود المجتمع الدولي سماع تصريحات الإدارة الحالية اللامنطقية والبعيدة كل البعد عن السياقات العامة في العلاقات الدولية، وأن كل تصريحات ترامب غالبا ما تأتي نتيجة لعدم فهم طبيعة الأحداث أو لنيل الرضا والقبول من لدن قاعدته الانتخابية، أكثر مما هي سياسات واقعية يمكن التعويل عليها من قبل الآخرين. لذلك لا يمكن قبول تصريحاته بحل الدولتين شكلا لا مضمونا، خاصة أن هذا الحل لم يعد ممكنا في ظل إدارة الحالية المعادية تماما للحق الفلسطيني. فإذا كان المضمون كما تشير إليه بعض التسريبات أنه دولة في قطاع غزة بسيادة أمنية إسرائيلية مصرية أو إسرائيلية فقط، وحكم ذاتي محدود في بعض المناطق من الضفة الغربية تحت السيادة الأمنية الإسرائيلية أو بالاشتراك مع السيادة الأمنية الأردنية وضم أجزاء من الضفة إلى إسرائيل مع نسيان القدس تماما، فإن هذا الحل هو ما تريده إسرائيل، لأن الفلسطينيين يريدون دولة على حدود 67، بمعنى القدس الشرقية وقطاع غزة والضفة الغربية. وبذلك يتبين بوضوح أن هذه الإدارة تريد أن تضع مبادرة وحلا وتسوية نهائية للقضية الفلسطينية
بما تريده إسرائيل. حقيقة لقد بذلت السلطة الفلسطينية كل ما في جعبتها ووسعها من جهود لتحريك عملية السلام، بل إنها كادت أن تفقد مصداقيتها حتى عندما كانت في كل منعطف حاسم ومؤلم، تؤكد على أن المفاوضات مع إسرائيل هي خيار استراتيجي، حتى أن الانقسام الفلسطيني كان أحد نتائج هذا الخيار الصعب. واليوم لم يعد أمام القيادة الفلسطينية إلا إعادة النظر في كل السياسة التي انتهجتها، فلم يعد مقبولا التشبث بطريق لن يوصل إلى المستقبل. نقرأ في الحياة: لا حوار بين واشنطن وطهران، بل حرب استنزاف، هكذا يرى الكاتب جورج سمعان في مقال بصحيفة الحياة اللندنية. فالصراع بين الولايات المتحدة وإيران إلى تصاعد أقله في المدى المنظور وليس في الأفق، ما يوحي بأن ثمة قنوات خلفية تمهد لحوار بينهما، لا في سلطنة عمان ولا في غيرها. لا شك في أن إيران تراقب مسار اعتلال العلاقات الدولية واعتراض دول كبرى على سياسة الرئيس ترامب، وتفضل الإقامة في محطة الصمود والتصدي معتمدة على نوع من حرب الاستنزاف، لم تعد معنية بالتفاهم مع الولايات المتحدة في العراق، بل ربما حركت حشدها الشعبي لمضايقة الوجود الأمريكي العسكري في هذا البلد بعد القضاء على داعش، ودفعت الحوثيين إلى مقاطعة محادثات جنيف التي دعا إليها أخيراً المبعوث الأممي. وإذا كانت راعت تفاهمات روسيا في سوريا، فإنها لا تزال تنتشر في أماكن كثيرة بعيداً من الحدود مع إسرائيل، وتعد لفتح جبهة شرقي الفرات، وعادت إلى المناورات بين فترة أخرى مهددة بإقفال مضيق هرمز. لذلك لم يكن أمام الرئيس ترامب سوى رفع وتيرة الضغوط على جميع المتمسكين بالاتفاق النووي، مهددا بمزيد من العقوبات على مخالفي سياساته، ويعكف جنرالاته على توحيد القوى العربية الحليفة لمواجهة أي طارئ، حتى إسرائيل التي قيدت موسكو تحركاتها في أجواء سوريا، اتجهت إلى جبهة لبنان في حرب نفسية ضاغطة على حزب الله واللبنانيين عموما. وإذا كانت الحرب بعيدة، فإنها قد تقترب إذا ظلت المواقف على حالها من التشدد والتصعيد. كاتب يضيف: لا يعني أن انسداد باب الحوار بين الطرفين سيقود في النهاية إلى مواجهة عسكرية. الرئيس حسن روحاني أكد أن بلاده لا ترغب في محاربة القوات الأمريكية في المنطقة، وكذلك الإدارة الأمريكية هي أيضا لا ترغب في أي حرب جديدة، خصوصا في الشرق الأوسط. وما يجري في الميدان وما يدور من استعدادات لا يعد كونه جزءا من الضغوط المتبادلة ورفع سقف التحديات. لبنان، ليس توقف منشورات دار الصياد في لبنان حدثا عابرا، ما حصل يشير إلى أن الحملة على الإعلام اللبناني أدت غرضها بامتياز إلى حد كبير. كان مطلوبا في كل وقت إسكات بيروت، ما نشهده حاليا هو خطوة أخرى على هذا الطريق بحسب الكاتب خير الله خير الله في مقال له عن إغلاق بعض المؤسسات الإعلامية في بيروت، خاصة المعادية للمشروع الإيراني. ليس القضاء على الإعلام اللبناني سوى جزء من هذه الحملة التي تستهدف البلد ككل وصولا إلى إفقاره في كل مجال كي يسهل التحكم به. هذه الحملة ليست بنت البارحة، إذا أخذنا في الاعتبار اضطرار جريدة متميزة مثل السفير إلى التوقف عن الصدور في اليوم الأخير من عام 2016، مع ما يعنيه ذلك من خسارة لفكرة التنوع التي تشكل جزءا لا يتجزأ من الصيغة اللبنانية ومن الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية والفنية في بلد مثل لبنان. إذا أخذنا في الاعتبار ما تعرض له لبنان في السنوات الخمسين الأخيرة، أي منذ توقيع اتفاق القاهرة في عام 1969 وحتى قبل ذلك، نكتشف أن صمود الإعلام طوال هذه الفترة كان معجزة أكثر من أي شيء آخر. يبدو أننا بلغنا حاليا مرحلة نهاية هذا الصمود البطولي للإعلام اللبناني الذي يعاني أكثر من أي وقت من تقليص دور البلد وتحويله أسيرة لدى محور الممانعة الذي تمثله على الأرض ميليشيا مذهبية لا هم لها سوى أن يكون لبنان مجرد منصة إعلامية لإيران وأدواتها الإقليمية. لذلك لا نجد ازدهارا في بيروت سوى للإعلام المرتبط بطريقة أو بأخرى بالمشروع التوسعي الإيراني. هناك إصرار على الهدم والتدمير بدل ترك الرئيس المكلف يؤدي المهمة المطلوبة منه،
وهي مهمة تبدو ظاهرا في غاية السهولة، لكنها تعكس عمق الأزمة اللبنانية ورغبة أطراف معروفة على رأسها حزب الله المعروف في تغيير طبيعة النظام القائم منذ إقرار اتفاق الطائف. بعيدا عن السياسة، ألقت السلطات الباكستانية القبض على شعيب شيخ وهو مؤسس شركة إكساكت لتكنولوجيا المعلومات بعد إدانته بتزوير شهادات جامعية لأكثر من 200,000 طالب حول العالم باستخدام أسماء وشعارات معاهد وجامعات غربية. وأكد مسؤول في مكتب التحقيقات الفيدرالي أن القبض على شيخ تم في مطار إسلام أباد بعد اختفائه لنحو 3 أشهر منذ صدور حكم بسجنه لمدة 20 عاما. وتعود قضية إكساكت إلى عام 2015 عندما كشفت صحيفة نيويورك تايمز تورط الشركة في تزوير شهادات لجامعة عالمية وأمريكية، مما دفع السلطات للسيطرة على مقرها بمدينة كاراتشي وضبط حواسيب تضم وثائق بلغ حجمها 700 تيرابايت. وقد سقط في فخ حلم الحصول على شهادات مزورة أكثر من 200,000 شخص من عدة دول، بينهم نحو 3,000 طبيب ومهندس في بريطانيا وحدها بين عامي 2003 و2014، إضافة للمئات من كندا. متابعة ممتعة مع الكاريكاتور. إلى اللقاء.